تابعنا مشاهدينا الاعزاء الشوط الذي انتهى، وكان شاهين هيان بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان ما بعد محمد بن مبارك بن محمد الشعبوري العامري. المركز الثالث استطاع اللي هو غازي محمد بن راهب بن تليس الظاهري، خذ المركز الثالث. توقيتنا الزمني مع الشوط الذي انتهى شاهين هو ايضا سجل توقيت زمني رائع وجميل، 6 دقائق و13 ثواني من هيان بن مبارك بن هدفه العامري. له التحيه على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع شاهين. هذه هي الانطلاقه مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات وبهذه التحديات وبهذه الاثاره المستمره. شوط يبدا وشوط ينتهي، والانطلاقات ايضا مستمره مع شعارات ابن القبائل في هذا الصباح. افضل التوقيت الزمني، افضل التوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء كان مع النادر مبارك بن راشد بن محمد بن منين الشامسي، هو صاحب التوقيت الافضل في هذا الصباح النادر. 6 دقائق و3 ثواني مشاهدينا الاعزاء. تهانينا ايضا لبن منينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع النادر مبارك بن راشد بن محمد بن منينا الشامسي. ينطلق شوط المهجنات في هذه اللحظات وبهذه التحديات بمقدمة الشوط والمركز الاول والصداره. بلقى الحازم مع المركز الاول، محمد بن النوبي بن محمد العامري قدم الحازم مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني بلقى رعد حمد بن محمد بن خلفان الشامسي خذ المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات، شوف لي المركز الثاني، أكدوا لي على رقم المركز الثاني اللي هو تقدم في هذه اللحظات اللي خذ المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم، وتقدم مياس. يقدم مياس بهذا التقدم وبهذا الابداع المستمر. سالم بن سليم بن سليم الينيبي يتقدم بدوره مع مياس على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث، شوف القدوم في هذه اللحظات. لافي مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحيه العامري خذ المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع يتقدم اللي هو اشقر خالد بن محمد بن علي الشامسي خذ المركز الرابع، غير على مستوى المركز الثالث والمركز الرابع الصباح في هذه اللحظات. وتقدم اللي هو الشامخ محمد بن خليفه بن شاهين الغفلي خذ المركز الخامس في هذه اللحظات. اتابع الشعارات الاخرى القادمه في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر. ما ان شاء الله شعارات لها وزنها لها ثقلها في عالم السحر، اتت بهذا الانطلاق وبهذا الابداع المستمر. ما ان شاء الله تبارك الرحمن، بدأت الأمور، بدأت الأمور أيضا يرتفع وتيرة الشوط، بدأت ترتفع وتيرة الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن. 1200 الشعفوري لا زال على مقدمة الشوط مع المركز الأول. يقدم الحازم، لكن اللي غير
اللي غير في هذه اللحظات وانتقل على مقدمة الشوط مع المركز الأول، بل قال له هو مشاهدي الأعزاء الشامخ محمد بن خليفة بن شاهين الغفلي مع المركز الأول، المركز الثاني الحازم مع المركز الثاني، قدم الحازم محمد بن النوب الشعفوري العامري يتقدم بدوره في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. محمد المركز الثاني الحازم مع محمد بن النوبي بن محمد العامري، نعم يختفى المركز الثاني، مياس يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة، يقدم مياس مشاهدنا الأعزاء بهذا التقدم وبهذا الإبداع ألا وهو سالم بن سري بن سليم الينيبي، خذ المركز الثاني. المركز الثالث أشقر يتقدم بدوره في هذه اللحظات، الحازم مع المركز الرابع محمد النوبي محمد العامري يتقدم بدوره في هذه الإثارة، وصل في هذه اللحظات وبهذه التحديات أشعار بن سالمين العامري يتقدم بدوره على مستوى المركز الخامس، لكن لا زال الغفلي على مقدمة الشوط، الغفلي مع المركز الأول ما إن شاء الله يقدم بهذا التقدم وبهذه الإثارة. الشامخ شامخ محمد بن خليفة، محمد بن خليفة بن شاهين الغفلي محمد، لا 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 عفد عفد عفد، بدأ شوف 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 يا سلام، مغادر 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 سالمين بن محمد بن سالمين العامري مع مغادر في هذه اللحظات، وتدخل آخر من خلال تواجد أيضا مصدع السهيل بن مبارك بن سعيد الشامس، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، يا سلامي على مصدع السهيل بن مبارك بن سعيد الشامسي مع المركز الأول يطلع مع مصدع بهذه الطلعات، تهانينا وناموس لحظات الوصول العبور نحو خط النهاية. المركز الثاني عند أيضا سالمي بن محمد بن سالمي العمري والعصافة الأبطال، المركز الثالث عند يبدو أن أشعار بن العري تدخل مع اللحظات الأخيرة، حاز على المركز الثالث والمركز الرابع ايضا مشاهدي الاعزاء، قدوم مشاهدي الكرام من خلال تواجد اللي هو اشقر خالد بن محمد بن علي الشامسي، اما المركز الخامس استطاع مع اللحظات الاخيره اللي هو ايضا الشامخ محمد بن خليفة بن شاهين الغفلي. هذه هي نتائجنا، وكان التدخل رائع وجميل مع اللحظات الأخيرة مشاهدي الأعزاء، لكن المركز الثالث كان وصول وحجب علينا الرؤية مشاهدي الأعزاء، يبدو أن أشعار بالعري تدخل مع الأمتار الحسمة والأخيرة، وأيضا بعد لحظات سوف نتأكد من وصوله ومن اسمه الثلاثي ايضا التوقيت الزمني وش يقول في مسافه ايضا 4 كيلومترات 6 دقائق و14. تهانينا والناموس لمالك مصدع السهيل بن مبارك بن سعيد الشامسي.